هي قصة تعود لثلاثين سنة مضت عندما فقد العم عزات يحيى ابنته أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وشاءت الصدف أن تجمع عزات بصبرين التي تشابهت بعض مراحل حياتها مع قصة الابنة المفقودة. إجا الدكتور وليد قال لي إجت مرة لعندي، يعني صارت تحكي لنا أنه هي من الاجتياح ولدي، وهون يعني صار بلشت الحديث أنه هي الله أعلم يمكن بنت. جينا عملنا فحص دم والنتيجة الحمد لله طلع بالمية مية أنه هي بنتي. في الحلقات السابقة عرضنا اللقاء بين الطرفين بعدما كدنا نجزم أن صابرين هي ابنة عزات وفقاً للمعطيات التي قدموها لنا، قبل أن تقلب شكوك صابرين الحكاية لننطلق في رحلة جديدة بحثاً عن حقيقة لا لبس فيها. صابرين تعيش أنه هي هذا الورق اللي انعمل فيه الدي ان اي، صحيح أنه هو دليل ولكن دليل ليس كافي برأيها. وأنا فرجيته فحص الدي ان اي، قال لي يا بي في كتير ناس بتعمل نفس هالفحص بس ما بيطلع مطابق لإلهم. نحن مستعدين نرجع نعمل لك دي ان اي لإلك ولإله ولإلك وللبي اللي ربيك اللي مسجلة أنت على اسمه اللي بيقول إنه بي، وساعتها بنقطع الشك باليقين. عندك مانع؟ أنا ما عندي مانع. عندك مانع صابرين؟ لا أنا معك. دكتور أنا عندك مانع؟ أستاذ طوني؟ نعم. خليني بعد بس قبل، عندك مانع؟ إيه عندي مانع. فبعد فحوصات الدي ان اي التي اجريناها الاسبوع الماضي مجددا لصابرين وعزات، عدنا لاحقا مع شقيقه صابرين من والدها الذي عاشت معه واجرينا الفحوصات ايضا. مبسوطه انا ارجع اذا اتاكد ترتاح نفسي. على الله. صابرين يحيى ام صابرين عبد الله؟ النتيجه في حلقه الليله من للنشر.